السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير على خير. وفي ما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على الدنجال اللي غادي نتبلوه بواحد التتبيلة رائعة وكيجي رائع من اروع ما يكون. بسم الله، انا غادي نبدا معاكم المقادير. هنا كندير واحد 3 الحبات ديال الدنجال، هادو هما المقادير. كنوجد واحد الحبة ديال البيض، كنضربها مزيان، كنزيد الملح حسب الذوق، كنزيد نضرب مزيان، وكندير شوية ديال الكمون. انا كنخدم على بيدي باش كان ما كنقويش التوابل. وشويه ديال السودانيه، فلفل حار، وشويه الزعتر، انا كنضربو مزيان، وكنجيب شويه القزبر والمعدنوس حسب 2 معالق، واحد الحبه ديال الصيص ديال الثوم، وكنضربهم مزيان بالفرشاط. هنا كتجيب 2 معالق ديال طحين الدقيق الابيض، تنعودو في النخل، نعود نخلو باش كيتحلو. هنا كندير 2 معالق ديال السميد الناعم، السميدة ديال البغرير او ديال الحلويات، كنوجدها على جنب، وغادي ندير واحد حساب كاس، نص كاس ديال الزيت، لان ما كيطلبش الزيت بزاف. دابا عاد باش غادي نقطع الدنجال ونحيد له هاد الشوشه ديالو، غادي ندير حساب سنتيم بحال هكا، وتنقطع حتى كنوجد المقله. دابا راه كتسخن صافي، غادي نجيب الدقيق، كنصوب غير بالوحده بالوحده، كنجيب الدقيق كنغطسها فيه بحال هكاك الدقيق الابيض، وعاد باش كنغطسها في البيض وفي هاد في التوابل، وكنعاود نديرها في السميده صافي، وكنوجدهم. كنعاود نديرها في السميدة تاني، يعني راه كيجي ساهل وما كيطلبش الوقت وكيجي بنين. وهاد السميدة كتدير واحد القرمشة، كيجي مقرمش صافي. غادي نبداو دابا نرميوه، هو راه ما كيهش معنا الزيت، الا شفتو شحال درت ديال الزيت، راه ما كنقويش الزيت، لان هذاك الدقيق والسميده ما كيخلوش يشرب الزيت. كنخليوه يتقلى، وحنا راه كنوجدو في الاخرين، وغادي نقلب دابا هادو بعد ما كنحطو هو كيتقلى. انا كنوجد في الدنجال الاخرى، ما كنقطعهمش بمره، لوجدت الاخرين غادي نرميهم. كنستمر على الدنجال ديالنا بحال هكا، كنطيب
حنا كنقليو وحنا كنزيدو الباذنجان. كيفاش كيتحمر؟ كنخليه يتحمر مزيان. كنحيدو لي طابو، كنحطو فوق الورق نشف باش ديك الزويته اللي كتبقى تينشف. الورق ديال المطبخ صافي، وكنوجدو الدنجال ديالنا. راه ساهل وكيجي من اروع ما يكون. نتوما شفتو معايا كيفاش كيجي مقرمل وكيجي طيب، وما كيجيش شرب الزيت من الوسط ديالو.